بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم اليوم في مراجعة على أهم المهارات التي تم دراستها في هذا العام. فلنبدأ على بركة الله يا أبنائي. أقرأ ثم أجيب. ابتسم الفلاح وأخذ بيد خالد وجلس في ظل شجرة وقال: يا بني انظر إلى تلك العصافير تغدو وتروح مشغولة ببناء أعشاشها والبحث عن طعام تأكله وتطعم منه فراخها، وانظر إلى هذه النملات تذهب وتجيء وكل نملة تحمل الكوت إلى مساكنها كي تخزنه لأيام الشتاء. هيا بنا يا أبنائي نقرأ الفقرة قراءة صامتة لنجيب على الأسئلة. بعد أن أتممنا قراءة الفقرة، هيا بنا يا أبنائي أجيب على السؤال التالي: فيما كانت العصافير مشغولة؟ كانت العصافير مشغولة ببناء أعشاشها والبحث عن طعام تأكله وتطعم منه فراخها. ننتقل للسؤال الثاني، نقرأ الفقرة ثم نجيب. أصنف الكلمات الواردة في النص السابق حسب المطلوب في الجدول. كلمات بها مد بالألف، هيا بنا نستخرج. الفلاح، خالد، جلس، قال: يا أعشاشها ببناء طعام فراخها النملات مساكنها أيام الشتاء. بعد أن أتممنا قراءة الفقرة، هيا بنا يا أبنائي لكي نسجل هذه الكلمات: الفلاح، خالد، ببناء طعام. كلمات بها تضعيف، الحرف المضاعف والحرف المشدد يا أبنائي. الفلاح، هيا بنا. ظلي، أحسن. بني، النملات، كل تخزنه لأيام الشتاء. هيا بنا نسجلها يا أبنائي، سجل كما تم استخراجها. ظلي، النملات، تخزنه، الفلاح. هيا بنا ننتقل إلى تصنيف آخر. كلمات بالقمرية، اللام القمرية هي التي تنطق وتكتب ال، وقد تم جمعها في جملة ابغ حجك وخف عقيمة. هذه الأحرف يا أبنائي تأتي بعد ال دائما، مثل هيا بنا نستخرج: الفلاح، العصافير،
البحث، القوت. هيا بنا نقوم بتسجيل هذه الكلمات: الفلاح، العصافير، البحث، القوت. ننتقل إلى تصنيف آخر: فعل ماضي. الفعل الماضي هو ما دل على حدث وانتهى، مثل كتب، شرب، لعب. هيا بنا نستخرج: ابتسم، أخذ، جلس، قال. هيا بنا نسجل هذه الكلمات: ابتسم، أخذ، جلس. فعل مضارع. الفعل المضارع يا أبناء وحدث ما زال يحدث أثناء الكلام أو سيحدث في المستقبل، مثل يأكل، نأكل، يلعب، تلعب، سألعب، نذاكر، نفهم. هيا بنا نستخرج أبنائي أفعال مضارعة: تغدو، تروح. دائما فعل مضارع الحرف الأخير يكون عليه ضبط مضبوطا بالضم: تروح. تأكل، وتطعم، تذهب. دائما يكون عليها حرف الأخير يكون عليه ضم: تجيء، تحمل، تخزنه. هيا بنا نسجل هذه الكلمات: تغدو، تأكله، تروح، تذهب. ننتقل إلى تصنيف آخر: كلمات تدل على نكرة. هيا بنا: شجرة، مشغولة، طعام، نملة. نسجل هذه الكلمات: طعام، شجرة، نملة، مشغولة. كلمات تدل على معرفة. هيا بنا أبنائي معرف: الفلاح، علم، خالد، العصافير، تلك. من يستخرج: الشتاء، القوت، النملات. هيا بنا نسجلها: الفلاح، خالد، الشتاء، العصافير. ننتقل إلى السؤال التالي: اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. كلمة ابتسم تبدأ بهمزة، قطع، أم وصل، أم واو؟ هذه الكلمة لا تبدأ بواو، إذن عندي قطع، همزة القطع، وهمزة الوصل. كيف نفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل؟ نضع قبل الكلمة حرف من الحروف الآتية: حرف الواو أو الفاء، فإذا نطقت ستكون همزة قطع، أما إذا حذفت الهمز ستكون همزة وصل. هيا بنا نختبرها يا أبنائي: وابتسم، وابتسم، إذن ستكون همزة وصل. كلمة إلى، كلمة إلى، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ لكي نفرق
بين هؤلاء الثلاث. الاسم هو ما دل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو طائر أو جماد أو بلد. أما الفعل هو ما دل على حدث في زمن معين. أما الحرف فهو ليس له معنى بذاته. ولقد حفظنا بعض من الأحرف هذه يا أبنائي، منها من إلى عن على الباء الكاف اللام إلى. إذن يا أبنائي كلمة إلى هي حرف. معنى القوت، هل هي الملبس، السكن، أم الطعام؟ القوت إذن هي الطعام. خالد اسم يدل على عالم مذكر. كلمة الشتاء ختمت بألف ممدودة. كلمة هذه هل هي اسم إشارة أم حرف عطف أم اسم موصول؟ أسماء الإشارة يا أبنائي، هذا، هذان، هؤلاء. حروف العطف هي ثم أو، وحرف الفاء وحرف الواو، ثم أو فاء واو. اسم أسماء الموصولة منها الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللائي أو اللاتي. إذن فكلمة هذه اسم إشارة. كلمة مشغولة هل اسم فاعل أم اسم مفعول أم اسم مكان؟ اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل، اسم مفعول يأتي على وزن مفعول، اسم المكان على وزن مفعل أو مفعل. إذن يا أبنائي كلمة مشغولة هي اسم مفعول. يا بناء نقرأ الفقرة ثم نستخرج منها ما يأتي. كلمة مفردها العصفور، إذن العصافير. كلمة مثناها فلاحان، الفلاح. كلمة ضدها تذهب، تجيء. كلمة جمعها النملات، النملة. كلمة مؤنثها الفلاحة، الفلاح. أيا بنا ننتقل السؤال التالي. أملأ الفراغات الآتية بما يناسبها. علامات الترقيم في النص، لقد درسنا يا أبنائي علامات الترقيم هي النقطتان، النقطة، الفاصلة، علامة التعجب، علامة الاستفهام، فصل المنقوطة والقوسين. هيا بنا نستخرج علامات الترقيم من الفقرة. إذن عندنا الفاصلة، النقطتان الرأسيتان، والنقطة والفاصلة المنقوطة. هيا بنا نسجل. علامات الترقيم هي النقطتان الرأسيتان والفاصلة. كلمة النملات بدأت بهمزة كما اتفقنا يا أبنائي. عندما يذكر لي أن أميز بين همزة الوصل وهمزة القطع، نضع حرف الواو أو الفاء قبل الكلمة، فإذا نطقت ستكون همزة قطع، أما حذفت من النطق ستكون همزة وصل. نختبرها، هيا بنا نختبرها. والنملات، والنملات. إذن
هي سقطت أثناء النطق فستكون همزة وصل، وختمت بتاء بتاء مفتوحة. اسم الفاعل من كلمة انظر، انظر هذه يا أبنائي أي هل هي فعل ماض أم مضارع أم أمر؟ إذن هي فعل أمر. فعندما نأتي باسم الفاعل نرجع بالفعل إلى الماضي، انظر الماضي منها نظر، ثم نأتي باسم الفاعل على وزن فاعل إذن ستكون ناظر. هيا بنا أبنائي ننتقل للسؤال التالي. أكمل خريطة الكلمة الآتية. هذه الكلمة أو هذا السؤال يا أبنائي يضم العديد من المهارات، لابد أن تذكر معنى الكلمة وضدها ونوعها ونضع هذه الكلمة في جملة. فكلمة تغدو هذه يا أبنائي تذكرنا بحديث عمر عندما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا الحديث يا أبنائي يحثنا على التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا وأحوالنا. فكلمة تغدو فلو توكلنا على الله لرزقنا كما يرزق الطير يا أبنائي التي تذهب جوعا وترجع وتروح أو ترجع بطانة أي ممتلئة البطون. فكلمة تغدو ضدها تروح، معناها تذهب. نوعها عندما يطلب مني أن أذكر نوع الكلمة فلا بد أن أتذكر أن عندي الكلمة لها أنواع، هل هي اسم أم فعل أم حرف. هذه أنواع الكلمة، الاسم ما دل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو طائر أو جماد، أما الفعل ودل يدل على حدث في زمن معين، أما الحرف ليس له معنى بذاته. فكلمة تغدو ستكون فعل. هيا بنا نضعها في جملة، الطالبات تغدو وتروح كل يوم للمدرسة. هيا بنا أبناء ننتقل للسؤال. أعيد ترتيب الجمل التالية. عبادة المستقبل وهو طريق العمل. من يعيد ترتيب هذه الجملة؟ إذن ترتيب الجملة العمل عبادة وهو طريق المستقبل. كلمة الدقيق ظهر كيس فوق وضع الخليفة الخادم. من يرتبها؟ إذن وضع الخادم كيس الدقيق فوق ظهر الخليفة. مختلفة، ننتقل إلى السؤال الثالث. مختلفة جابر من كبيرا ألف في تحمل علوم الكتب. هيا بنا نرتبها. إذن ألف جابر عددا كبيرا من الكتب في علوم مختلفة. ننتقل إلى ترتيب جملة أخرى. هذا يا
أقبح أبي. ما المنظر؟ هيا بنا يا أبنائي نرتبها. إذن ما أقبح هذا المنظر يا أبي؟ هذا أسلوب تعجب يا أبنائي. هيا بنا ننتقل إلى أضع الكلمات الآتية في الفراغ المناسب. كلمة الحياة، غمول، الآخرون، الكبير، صديقي، لذيذا، الصغير، العبرة. هيا بنا نكمل كما من خلال حفظنا للأنشودة. يا صديقي يا صديقي، أيها الطفل الصغير، كيف تحيا في خمول داخل الكون الكبير؟ إنما الناجح دوما من سعى وسط الحياة، فخذ العبرة مني إنني رمز السعاة. أجمع الشهد لذيذا كي يحس الآخرون. طبعا هذه الأنشودة أبنائي تحثنا على العمل، ولا بد أن نفكر ونتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات وإن صغر حجمها الكل يعمل ويجتهد في عمله. فهذه القصيدة تخاطبني وتقول: يا صديقي يا صديقي، أيها الطفل الصغير، كيف تحيا، أي كيف تستفهم مني، كيف تريد أن تعيش في خمول وكسل داخل هذا الكون الكبير العظيم؟ ويوجد صفات للإنسان الناجح. إذا كنت تريد أن تكون ناجحا دائما لابد أن تسعى وتواكب الحياة، فلابد أن نأخذ العظة والدروس من هذه الحشرة التي تقوم بجمع الشهد. من التي تجمع لنا الشهد يا أبنائي؟ أحسنتم، هي النحلة، الشهد اللذيذ لكي يشعر الآخرون بأهمية العمل. هيا بنا ننتقل إلى السؤال: من هو الشخص الناجح؟ إذن الشخص الناجح هو الذي يسعى دائما وسط الحياة. أختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كلمة أجمع تبدأ بهمزة كما تعودنا، نقوم باختبارها، نضع حرف الواو، إذا نطقت ستكون همزة قطع، أما إذا سقطت من النطق ستكون همزة وصل. هيا بنا أبنائي، وأجمع، وأجمع، إذا نطقت الهمزة فستكون همزة قطع. جمع كلمة الطفل، الطفل جمعها أطفال، أما مثناها طفلان وطفلين. مرادف العبرة، هل هي المحبة، العظة والدرس، أم التعاون؟ إذن العظة والعبرة. خمول ضدها، الخمول بمعنى الكسل، فضدها النشاط. كلمة لذيذا اسم يدل على، هل هي علم أم معرفة أم نكرة؟ إذن هي نكرة. كلمة أجمع، هل هي فعل ماض أم مضارع أم أمر؟ فعل الماضي هو حدث وانتهى، أما المضارع هو حدث ما زال يحدث في زمن الكلام، أما الأمر فهو
عمل لابد أو حدث يقوم بتنفيذه، مثل اكتب، العب، اشرب. إذن أجمع ستكون فعل مضارع. مفرد السعاه مفردها الساعي، أما مثناها الساعيان. وإلى هنا يا أبنائي لقد انتهينا من حل بعض التدريبات. سعدت بوجودي معكم، وكان معكم الأستاذ ربيع محمد بكر أبو زيد، معلم الصف الثالث الابتدائي بمدارس الجامعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.